هو السيدات المحجبات واللباس العصري. سميرة صباح الخير. صباح النور جليلة وجمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليك على اللبس حول عافية بإذن الله. بارك الله فيك. نعم نواصل حديثنا. ألوغ هضرنا على السيدات المحجبات اللباس العصري. اليوم غادي نتكلموا يعني بلوز اون موا رانا نعطيو لي طاش كيفاش نورمالمون خصو يلبس تلبس السيده المحجبه بلو ستيل مثلا كاجول، لان الكاجول هو تقريبا ما يمكن لو كلاسيك معروف، لو كلاسيك ديال السيده المحجبه كيكون معروف كيكون اون فيست مي اون فيست بلوس ان بونطالون او لا اون شوميزي لا جوب ولا اون روب très longue ou la chi haja ولكن et ça s'arrête là mais par contre le casual كتلقاه شويه كاين اشكاليه في الكاجل في اللباس ديال المحجبه. الوغ لو كاجول اللي يمكن لا يعني لو كاجول هو قد ما الناس كتشوفو يمكن كتقول لك سي ديفيسيل لان فيه بوكو دو كولور فيه بوكو دو ستيل ديفيرون فيه لا سوبر بوزيسيون، قد ما هو اي بلو فاسيل في اللباس. نعم يعني تناسق الالوان مهمه. لو فولار يكون ناسق مع 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 بلوس افيك لي شوسور في الكاجول بلوس مع لي شوسور، يعني الكاجول لان ملي كتمشي كتاخذ لي سبادري كتاخذ لي بالغين هابطين كتاخذ هذاك لو جون ديال لي شوسور كرونتي من الفاحيد كتاخذ فهمتيني كاينين. نعم يعني انواع ديال الاحذيه اللي كتكون ماشي كلاسيكيه يعني ماشي كلاسيكيه، الوغ هذيك هي اللي خصك توالم معها بلوس كيكون لو فولار اكثر من اللباس يعني الفوقاني من لافيستا ولا من لا شوميز او لا من هذا، لان السيده اكثر ياش كتعمل مره الاولى يعني كتبدا تشوف كتعمل لو فولار على الراس ديالها وفي نفس الوقت كتبدا تشوف كتقول لك عندي القميجه في الغوز كيفاش غنلبس هذه خصني حتى هي تكون يمكن في الغوز، عندي القميجه في لو بلو كيفاش ضروري خصني نلبس بالبلو، لا شوف ليكيفالون عندك لتحت لان بين راس رجلين نورمالمون هي فين كتعمل ليكيفالونس دو لا كولور. مثلا دابا الحذاء غيكون في البني ولا لابسه الغوز غندير الدره بنيه غتجي متناسقه غتجي رائعه ماشي غير متناسقه رائعه. جليله يعني لو مارون بعدا اي لو غوز هما سي دو كولور اللي كي سادب تري تري بيان مع بعضياتهم. من كنقولوا لو غوز يمكن لك تمشي لو كوراي لو غوز اورانجي لو سومون فهمتيني في لي ديريفي ديال لو غوز كيجيو كلهم كيجيو مع 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 لو مارون اي لو مارون كتمشي لي ديريفي دو مارون كاملين يعني من المارون ديال تيت دو نيك حتى لو مارون كلير اي لو مارون كلير سي تري على مود هاد السنه هادي افيك لو غوز او لا مع لو سومون مع لا كولور سوموني. نعم يعني ممكن نغيروا النوع اللباس ديالنا الالوان ديال اللباس واللون ديال الدره ونلتزموا غير بالدره مع الحذاء تجينا اسهل حتى في اختيار. غالبا السبينيات اللي كيكونوا في الراس سميره ما تيكونوش لون واحد كيكونوا فيهم مجموعه الالوان يعني كنلقاو كنا تكلمنا على اللي فيهم مجموعه الالوان تقدر تعمل فيهم لي دو كولور يعني بحال داك الحزمه ديال الراس الاولانيه كتكون فيها اون كولور خيسام وتعمل هذيك فيها بوكو دو كولور او العكس كتعمل بوكو دو كولور هي التحتانيه والفوقانيه اون سول كولور. نعم يعني وهنا ممكن نلعبوا بالالوان وننسقوها على لون الحذاء كتلصقها على لون الحذاء واكثريه كتقول لك فوالا مو كنشوف مثلا كاردوب ديالي كنلقى الحذاء اكثريه في لونوار واش نقلبس انا غير لو فولور نوار. نعم الوغ هنايا كتكون واحد الاشكاليه تما فين السيده كتلبس الحذاء اسود وكتبدا تلتقط لي كولور اللي عندها في هذا الوغ تمشي مثلا لو ساك 100% غادي يكون عندها لو ساك نوار الحذاء نوار الوغ هنايا كتحاول انها تمزج لي كولور اللي عندها في وسط الفوق والتحت وتخرج منهم بيان سور اون كولور مي سي بلو ادابتابل لا كولور دو شوسور يعني لو نوار نفرض حنايا انت عملتي اون كولور شوازي اون كولور لو روج مثلا جليله ونقدر لو نوار كاين عندك لتحت يعني احسن حاجه غتلبس لو نوار مع لو روج وغادي يعطي واحد هذا وخاص وصبط في لو نوار مي الا كتب عملتي مثلا لو روج لا كولور روج عندك ولا كولور روج الفوق وعاد تعمل لي شوسور نوار الوغ سي لا كولور كلها كتجيك على وجهك وكيبقى هذاك غير لتحت فهمتيني بحال اون طاش لتحت. نعم طاش لتحت يعني لتحت بوحدها بلوز اونكور الى عملتي لي زاكسيسوار لا فام فولا يفو لا اكسيسواريزي بلوس يعني لي زاكسيسوار ملي كنهضر على لي زاكسيسوار ما كنهضرش على هذوك لي بوكلي كيكونوا خارجين من الودان ودايره الفولا ولا داكشي لا كنهضر على بوتي بروش كنهضر على لي
كنهضر على الكوليه بين لي سوطوار، كنهضر على الدمال الزايدين اولا هذوك اللي بغات لي كبارين، كنهضر على دي مونتر يكونوا دان سيغتان كاليبر على السيده، على حسب السيده كيفاش كيتجي معها لا مونتر في يدها، واش رقيقه واش واسعه. كنهضر على الاكسسوار دي بوكو داكسسوار اللي كي اكسسواريز هذاك لو فولاغ معاها. اكثر هي لابوش، انا كنأكد على لابوش باسكو لابوش كتعطي واحد الاناقه للسيده، وكتبان ان السيده انيقه وانها كتشوف لي بوتي ديتاي. الفولاغ سون بوش كيجيك ان فولاغ يمكن البروش ماليكا بالنسبه للسيدات المحجبات ما كيديروش في كاع المناسبات، البروش كيبقى اللبسه الكلاسيكيه ملي كتكون لبسه هكذا خفيفه رياضيه، لبسه عمليه ما كتجيش فيها البروش. يعني في اعتقادي يعني كاينين دي بروش، لي بروش ماشي كاينين على المحجرات اللي كيكونوا محجرات وصافي، لان كون اون دي بروش كيبان لك البيغلاج، لا كاينين دي بروش اللي ما فيهمش دي بيغلاج كيكونوا دو ميتال ماسيف، هما اللي خارجين هاد السنه هذه كنا تكلمنا عليهم من كنا في الفاشن ويك ديال باريس. الوغ لي بروش دو ميتال، هادو لي بروش دو ميتال اللي خرجوا هاد السنه هذه كيمشيو مع الكاجل اميغزي، لان نورمالمون هما دابا هاد السنه تعملوا بلوس مع لو كاجل بلوس كو لا كلاسيك. نعم. سميرة حدوشي مصممة أزياء عالمية وسفيرة القفطان المغربي، كنشكرك سميرة على مجموعة النصائح والأفكار اللي قدمتي لنا. إن شاء الله المستمعين غيتجدد اللقاء بك معهم في الأسبوع المقبل دائما في أفكار جديدة حول الموضة. تبقي على خير، جمعة علينا وعليك. لا مع السلامة.